اليوم الفيديو حيكون عن تحدي الشام. بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا لايك سبسكرايب شير اشعارات و يلا نبلش. فكرة الفيديو حيكون عندنا هون بندانات عشان نغمض عيوننا لانه حيكون قدامنا، وبعدين كل واحدة فينا حتروح وتختار ايتم يعني اشي وتشمم التانية. فهلأ خليكم معنا بالفيديو وتابعوا الفيديو الاخر عشان تفهموا التحدي. هلا حنعمل حجر مقص، اللي رح يفوز رح يشمم الثاني. يلا حجر مقص حجر مقص. خسرتي يعني انا هلا حروح اجيب حتشممي روان. ايوه حجيب شغله اشمم روان. بس ملاحظه للمتابعين انه ريان مرشحه، فكيف حشم ما بعرف انا خسرانه. تحاولي نجيب لك اشياء قويه تشميها. خلي روان تجيب لك اشياء تستنشقيها. اوكي هلا دور ريان تجيب لروان صح؟ ايوه يلا اوكي يلا روان هلا خليته بس قبل ما اروح اجيبها. اوكي روان البسي ال فروان هلا مغمضة عيناها كثير برجانة يعني اتوقع انه حتخسري ما بعرف ليه. مو مرشح كيف اخسر، بعرف ريحة كل اشي. احلفي لا بصراحة لا. هلا بنشوف. يلا انا خايفه مش عارفه ليش حصري عم تاكل اشي، عم تاكل اشي اكيد ليمون. لا عم تشربي عصير صح؟ كنت تشربي اول فيديو. يلا ريان شممي روان وهي حتقول شو اذا كان اشي بشع يا ريان. شو اللي شمته؟ مو شمم اشي. طيب لا لسه ما شممتك. شو عم تسوي ريان؟ يلا ريان ما في ماما لسه ما قربت. يلا واحد اثنين يلا شمي. قربي انتي على مناخيرها، قربي مناخيرك كمان. سهل كثير كفي كمان مره يلا كفي كفي. صح حلوه ريحه القهوه. شو الخيال الاول؟ حلوة القهوة ريحتها كثير حلوة. القهوة اوكي يلا روان تختار لي روان خلي شيء قوي عشان يعني اقدر اتنفس. الجولة الأولى قهوة وروان فازت بنقطة. يلا زي يلا لا عند انفك تحت. اشيل البرد ولا؟ لا خلي خلي لا فين تبي بعد؟ تحت لهون. روان وقعت لوالدة بخير. خلص شيء ولد ثاني. ليش؟ كثير سهل ماما. مو كثير سهل. يمكن سهل إلك لأنك شايفيته. خلينا نشوف. رح تعرفوا هي أصلاً تعرفوا يعني. نضيف. يلا. ورجي الكاميرا روان شو هذا. طب لفي لفي لسه أنا ما قلت لك. ما في شيء. جاهزة؟ شيلي إيدك. بس امسكي نوزي. هون هاي. يلا شيلي. امسكي نوزي مش امسكي. مو نوزي يعني. يلا. روان هي مو شايفة خليها تشم. طب والله مو شايف. طب يلا طب يلا شوف الحار صح الريحه. يا انا بضل اكل اندومي مع ليه ليه بدي باودرات؟ ليه سهل كثير الباودر. بتعرفي اللي عرفته؟ لانه دائما بتاكله حتى لو هيك بتاكله. انا ما باكله وبعرفه. هلا الجوله اللي بعدها حتكون شيء مختلف. انتوا التنتين فزتوا بالجوله الاولى. هلا مين دور مين؟ دوري. لو اشمم روان صلصه طماطم ماما افشل الكاميرا هذه؟ ريان لا لسه ورجيني الكاميرا ريان. لا فوق بالازرق بالازرق. يلا يلا شممي لروان. قربي عند مناخيرها. اشرب قطعي اشرب بعينك. اوكي تعي يلا اشم. لا تلزقين من خالي. ما الريحة. قربي قربي هي هاتي قربي. انا مش هشمم. قربي عند هاي. هذا ماء ورد؟ ولا لا 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 خلخل لا شو؟ ماء ورد؟ ماء ورد؟ برافو غلط. برافو غلط صح. ما مكتوب هون تعب الربيع. نعم ما ورد صح
برافو روان. ريحه ورد هيك مش عارفه. مع انه روان ما بتعرف ماء الورد. ما بلا في البنيه بالعيال. مع اني فكرت حليب لما هيك سويته هيك. جولة اللي بعدها. جولة اللي بعدها لولو معانا. يا لولو. كيف حالك؟ شو لولو مس؟ لولو هلا صاحي هلا المفروض تنام يعني فما بدها تنام. بدها تنام. يلا يلا هاي. لون وين يلا؟ ويت لفي وشك. هاي. باي. يلا. أول إشي حنعمل له هيس. امسكي قليلة علشان ما تقع. طيب هي ارفع راسك لما حطيه شو من تحت روان هيك من تحت حطي حاطه كذابة استنشقي ها ميك اب على بلا يلا هذا هاي تاخذوا ديك البشر هاي فرشاي صح يلا. لا يلا نزلت كثير خاصه له طب ليش غطيتي وجهي خاص بصي بتبوسه بتاعت الميك اب يلا تعال بلاش هاي هيك كونتور جواب اخير لا جواب اخير ولا بدك فرصه بدي فرص لا فرصه واحده صح ولا لا اول ما بعرف ما حقول لك فوطه صح حلفي فوطه شو المجله كل المجله هاي النزقه صفراء غلط مو لازم اقول لك اللون كمان احلفي بس فوطه خلص. بس هي فوطه بس غلط يلا شو لا ما بنفتح بس هي فوطه فتحتي افتحي ما بنفتح لا لا, لا اخر فرصه اخر فرصه فوطه ترى ما بصير تقولي لي صح وغلط اشوف بتضايق عشان هي كانت معنا انا بدي احط لها فوطه بعرفها كنت صحي من النوم هلا دور ريان يلا حطيت اشي هاي 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 طب يلا رحت زي الهيل ويت هيل تأكدي اخر جواب صح ما اصور معك تعالي يا هذا هو الشيء انا جبته طبعا ريان اي ثينك رح تعرفه فلازم تعرف كل شيء عنه اوكي ريان مو تحكي لي هاي لا اسمي مش طالبين هيك بس اسم طيب شوي انت قلتي بس اسم اوكي بس شو هو بالضبط ما رح اشرح حدا يجي من هيك وهيك ما رح اقول غير اسمه اسمه ولا انسه اوكي اسمه يعني شو بدي اقول اسم نوعيته شمي شو بس هذا اوكي بس شو شبس صح شبس بس اي صح شبس بس اي شبس شو طعمه هذا الشبس بكون بالعلب طويلة اوكي بس شو طعمه احلي في اوريجينال هذا احلي جد صح حضره ما اشتعرته شفتي ما زعلت زيها راحت فوق بكيتها يعني يلا شي بعد دور روان تغطي يلا ريان ما في شي لسه ما حطت عم نورجي الكاميرا ريان ورجي الكاميرا هاي اللي عم بتصور شو يبك وين انا مش عم اشي نزيلي يعني اوكي حربي وين عم بطلع لي ريحه مش زاكية اربي 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 هات ايدك هات ايدك طيب انا ما عم بخليني اشم عم تشيليه هيك ريان ريان ده شمه خليها تشم ريان خليها تشم كتير بس ما مسكته ريان استنشقي هل صار موجودة توم لا انا عرفتي لا توم توم مالح لا لا ما قريبة قريبة يعني بصل ولا مش بصل مش شم ريحة انا اربي شو بدك بس شيلي اوكي يلا بس شيلتها دغري والله اقسم بالله حافظه القران بس تمسكيها بصل لا متاكده بس خليها تقلب عليها بصل متاكده ولا لا متاكده اخر جواب
بصل. صح؟ افتحي افتحي. قلت لك يا ماما قلت لك ماما بصراحة ما كان ريحة. اخترت الزبادة النعمة. ماما بتعطيني واحدة وسخة عشان أنا ودي أعرفها. جيجي تضيفها عشان أنا أعرفها. زربات. بس هاي زربات نظيفة. هاي لذيذة. كيف ريحتها بصل؟ ماما يلا خلي بس يوم الحلقة. يمكن ريحتها يعني. هلا صار دوري. الشيء اللي بعده هو هاي. قبل ما تبلشي روان اما انا نحكي انه هلا انت وريان تعادلتوا. انت خسرتي نقطه وهي خسرت نقطه فتعادلتوا. هلا روان جابت شغله عشان تشمل ريان. سو هاي هي راح احكي امام مش مكتوب اسمها راح احكي لكم اخر لما ريان ما تحزرها او تعزلها. عندي هاي واحده منها مفتوحه صراحه اشرحها لريان. يلا قربي ريان. حامل نفس ما سويتي فيني ابعد واقرب. يلا حطي محطوطة لا تلزقي فيها. حطي محطوطة محطوطة لا عند قلبي عشان انت شايفة انك ما ترفعيها فوق عشان تشوفي. طب حطيها على الوزير بس عادي ما بشوف ما بغش خفيش هي غطيت. شو هاد تستوعب هلا اكيد. ايوه ما بدك تحذري ولا شيء. طب افتحي. جبنه. شو جبنه؟ جبنه هاي جبنه بيبي بيل. ورجيهم اياها. ورجيهم نوع الجبنه هذا. لا وين مسكره هاي نوع جبنه بيبي بيل. ف كم نقطه خسرت هلا؟ دورك انت اخر. انت خسرتي مره. حنشوف هلا روان حتخسر ولا لا. إذا خسرت روان بتتعادلوا. إذا روان فازت أنت خسرانة. أوه ماي جاد. فجايز هلا وصلنا للجولة الأخيرة والحاسمة. شوف إذا روان خسرت يعني تعادلنا ما في عقاب، وإذا فازت أنا باخذ عقاب. فهذا هو الشيء اللي بعده. يلا عم تفتح. سمعت صوت كيس إشي. هيك غششتيها. كنت بقى ايدي. يلا يا ريان شو شوكولاتة بتدب عيدك. يلا يلا كمان بدك اعطيها كمان. عرفت وين شو ان شاء الله. ماجي بدك ليه ولا لا؟ وين شميميني؟ شميميني ادخليها. انت بس قولي لا متاكده. سوري شم بلناجي. خلاص متاكده. جايز روان افتحي. غلط. شو غلط صح؟ ما راح اكل عقاب. انا راح اختار عقاب. خلطه سحريه. لا مش اكل بليز. روان اللي فازت. سويت لريان خلطة وفيها مايونيز ومايونيز على أحمر تشيلي وشوكليت وكراميل. بس كي يموت صراحة. شفتي حزنانة عليك بدها طعميكي شوكولاتة. يلا ريان لا تبكي لا تبكي. ما بيموت. زكي زكي شو رايك نسامحها؟ شو كل يوم بتسامح احنا. يلا اليوم مسامح كريم. هاشتاج المسامح كريم. شو راح خليها تلحس لحس. شوكولاتة. شوفي شوكولاتة مايونيز وفلفل احمر. لا ما فلفل احمر مايونيز. جوز تعجبك. انا حاسه تعجبك مش عارفه ليه. الحسي هاي المعلقة. شوفي ما في اشي والله لحسه. هيك عملته ونزلته كله طلع الطاولة. شوفي هيك هيك بعمل بنزلها كمان. ما حتحسي فيه اذا انت مش حاسه. لا لحسه حتى مش لحسه كبيره. هيك طيب كلها تمك. ماما هي مزعه المعلقه. مزعه المعلقه. يلا كيف يلا حكي اعمل لي تو. يلا الريحه. يلا لا انا بعطيك اياها. لا شكرا. اجا ايدي.
يلا انا مسح عليك. 1 2 يلا انا يلا 1 2 يلا انا بعد قلت امك لحالي تسوي لي كنت اروح لها يعني عشان تروح هي متغسلت امها 1 2 يلا نور ما شاء الله كنت كمان لا ناقص يلا ان شاء الله خلص هو الحساب الفني طول القطار ياتي يا زمان اصلا ما عندك كيك يلا يلا ملعس إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيت الفيديو. إذا وصلت الفيديو 50,000 راح أعمل بروان مقلب موتها. أنا وياك يا ريان نعمل مقلب. أيوة والله مقلب هيك تصير تبكي وتصدقوني. فإذا بدكم يعني أعمل فيها مقلب سووا لايك وصل الفيديو 50,000. بس 50,000 كيفك؟ طب 100,000. 150,000. علشان ما نعمل مقلب. لا كل يوم هي بتقول لهم 150,000 وبوصلوا مرات. طب وصلوا الفيديو هذا 150,000 وبنوعدكم نعمل فيديو مقلب بروان موت اقوى مقلب باليوتيوب يعني بقناتنا قصدي. اوكي هذا كان فيديو اليوم، اذا حبيتوا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير اشعارات وباي.